اليوم بس بدون أغاني وأصوات هاي، اعمل لنفسك مرتب فوقها all participants okay to mute themselves. طيب خلينا نشوف اتاكد انكم شايفين الشاشه هلا. قدامكم شاشه صح دكتور؟ نعم يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس عندي سؤال الحين، هل في دوام مستقبلا اذا راحت الكورونا؟ دوام لحد الان ما اعتقد يكون في دوام، يعني راح يكون لحد الان ما في يعني قرار متى راح يكون في دوام، بس اكيد راح يكون في دوام قبل انتهاء الفصل. متى والله ما بعرف، إنما زي ما سمعتوا رح يعتمدوا 50% من العلامة للمشاركات هاي اللي على على الإي ليرنينج والكوزات، ورح يعتمدوا 50% على امتحان بعدين يكون يحددوا شكله وطريقته، ممكن يكون احتمال يكون في الجامعة بطريقة أو بأخرى يعني بعد إن شاء الله ما تحسن الأمور، والطالب له حق أنه يختار بين ناجح وراسب أو يختار علامة. نعم. فإله الحق في ذلك. لأن دكتور احنا قالوا أنه ممكن في إجلاء، فماني عارف شنو الوضع. كيف؟ أقول أن في قالوا أنه في إجلاء من الأردن للكويت، يعني أروح ولا ما أروح، فقلت أسألك إذا في دوام ولا لا. هل ممكن لا دوام فيه؟ لحد الآن إحنا منخبركم، إذا صار أي شيء أي تطورات تخبركم. آخر التطورات إنه لحد الآن الديستنس ليرنينج هو معتمد، الطالب بيختار بين إنه تكون علامته ناجحة وراسب ولا تحسب بالمعدل، أيضا 50 علامة على المشاركات في الإي ليرنينج والكوزات، وخمسين علامة راح تكون امتحان نهائي. دكتور. نعم. نظام ناجح راسب خلاص تأكد على أكيد يعني. نظام ناجح راسب هو خيار الطالب. لأنه بيحكوا لسه اليرموك مش مطلع هذا القرار ولا كيف ولا خلاص يعني. لا هذا القرار شبه أكيد يعني. أيوة خلاص طبعا. شبه أكيد إنه يكون هذا القرار موجود. أوكي إن شاء الله. طيب إحنا كملنا شابتر 16 صح؟ آخر محاضرة ما قدرنا نعطيها ما كملنا بسبب خلصناش صح؟ لا وصلنا عند leading across cultures. طيب حكينا عن empowering employees leading cross cultures. قلنا skip this one. Cross culture becoming an effective leader it requires leader training and substitutes for leaders. خلاص إذا أنا بوعدكم إنه يكون آخر شيء في الشابتر هذا اللي هو empowering employees which is very important as we said last class. Empowerment involves increasing the decision making discretion of workers. Millions of individual employees and employee teams are making the key operating decisions that directly affect their work. So empowerment is the final concept in this chapter. آخر concept راح تكون في هذا الشابتر هي حول الـ employee empowerment وتعريفها، وطبعا انعكاسات بشكل عام مهمة جدا للمصطلحات اللي حكينا عنها سابقا اللي بتعلق في employee engagement والـ employee involvement والـ employee commitment. يعني الدراسات أثبتت بأنه empowered employees are more engaged in their work, more satisfied
had more interest, they have more interesting jobs than disempowered employees. So if you empower yourself, you become more engaged in your job, more committed, and more free in your job to do the job with meaning and understanding. Yeah, and people who are not empowered might do their jobs without understanding, without meaning, without attachment or relationship between themselves and their jobs. So it's very important that employees do that. Let's see this chat. في واحد عامل chat. Hi, okay, انت على الخط. في عندك اي مشكلة؟ انا اكتب له. اكتب له للغرايبة. ميس غرايبة. في اي مشكلة يا ميس؟ Any problem? Hope not. I hope there is no, there are no problems. Then now we go to the second, which is chapter 17. Chapter 17 بطلع قدامكم ها؟ Okay. أبعرف ليش الصوت هذا بطلع. طلع قدامكم chapter 17. دكتور. طيب هلا خلينا نكبره. في أساد أعطوا chapter 17 قبل chapter 16 فما فيش مشكلة من زملائكم ممكن حكوا لكم إنه أخذنا chapter 17 before chapter 16 but it's okay because chapter 17 is about motivation and motivation is very important concept in organization behavior and in management. يعني هي الدافعية motivation يعني الدافعية. What is motivation is the process by which persons reports are organized, are energized, directed, sustained toward attaining goal. يعني الموتيفيشن هي الدافعية اللي بتصير عند الإنسان وبتكون تتمثل في إنه الإنسان بيكون عنده طاقة energized, directed, عنده وجهة متجه نحوها و sustained. تفضل. Any problem? فهي هي الموتيفيشن اللي بيحلم فيها كل إنسان إنه بده يشتغل صح يكون في عنده موتيفيشن. If you don't have motivation, you will be less directed and you don't know where you're going. So it's very important for you as a manager or for the organization to have motivated employee, which means three things. People are full of energy, energized, directed, and sustained means there is sustainability toward this the goal. الطالب لما يكون عنده انت لما يكون في عندك motivation في دراستك معنى ذلك انك تطبق عليك الثلاث نقاط هذولا معنى ذلك انك عندك energy وهي الenergy directed towards studying to achieve high mark high grade and you do this in a constant basis يعني عم تعمل هذا الشيء بشكل دائم ومستمر مش يوم هيك ويوم هيك هاي معنى انه sustained okay هلا احنا عندنا زي ما اخذنا سابقا في الشابتر السابق عندنا عدد من النظريات اللي بتتكلم عن ايش عن الموتيفيشن واهم هذه النظريات هي نظريه ماسلو هيراركي ماسلو هيراركي زي ما انتم شايفين بالشكل هنا في 5 needs we start from Which need we start from? أي حاجة بتوقع إحنا بنبدأ فيها؟ Physiological. Physiological need. نبدأ فيهم step by step. Physiological needs. هلا إحنا في الأردن في العالم كله يقع تحت مشكلة crisis الكورونا واللي هي في مشكلة في safety. Second. والأولى كمان physiological. People are suffering of, they are not safe because of this disease.
because of this virus. So sometimes people, the safety of people, people they need to be safe. لاحظ مثلا تخيل الأخوان السوريين لما القصف بينزل على رؤوسهم في البراميل المتفجرة أكبر حاجة بفكروا فيها ما بفكروا بأي شيء بفكروا إنه يكونوا في مأمن من القصف الذي قد يؤدي إلى موتهم. Physiological safety needs, هذول البيسك needs للحياة كلها. Okay. فإحنا حاليا الحاجة إلى safety من الفيروس مثلا مخليتنا يصير في عندنا في رقم ثلاثة social تباعد اجتماعي. يقول لك you have to العلاقات الاجتماعية لها الرف. You have to wait social closeness and social relationship because safety is at stake. Your safety is under threat. يعني الأمان تبعك والأمن تبعك في خطر. يعني ما بتطلع على social. لذلك أنا بحكي لك وأقول step by step. Very important. حاجات مهمة جدا تؤدي إلى دوافع. يعني إيش دافعنا في الوقت الحاضر؟ إنه كل واحد يحمي نفسه ويقعد في بيته ويكون بعيد من عن الكورونا. صح ولا لا؟ صح. هذا حاجة كل واحد فينا إنه يكون safe from the corona virus. أوكي؟ ما بدنا هسا اجتماعيات، ما بدنا علاقات اجتماعية. هلأ لما إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعد أسبوعين ثلاثة تنتهي المشكلة، أوكي؟ فشو بصير عندنا؟ بصير عندنا إنه نرجع نبحث عن الحاجات الاجتماعية اللي هي social needs. تفضل يا نور. دكتور بس التأميمي. بدي أحكي لك. تفضلي. بس علي صوتك. أنت صوتك أبداً مش واضح. صوتي مش واضح يا حدا ثاني يقول يأكد عليها صوتي مش واضح. أحكي لك ليش؟ لأنه في حدا اسمه يمان مومني شكله فاتح المايك وحاطك على صوت عالي فعم بصير إلك صدى. رجاء اللي اللي صوتك اللي واضح. طيب أنا راح أعمل بيوت مرة ثانية. وأرجو إنه كل واحد عنده أي شيء يسكره. هلا كيف صوت؟ هيك تمام صار الكل ميوتد فرجع طيب. صوتك طبيعي. طيب أرجو إنه اللي عنده مايك عنده شغلة عنده عامل يعني ما تعمل أنميوت لنفسك إلا لما بدك تسأل سؤال وتحاول ترفع إيدك زي ما عملت نور التميمي. هلا الصوت كويس مرة ثانية يا نور؟ نور نور الخطيب بس صار منيح. نور الخطيب رجع عادي بلا صدى. رجع كويس الحمد لله الحمد لله. طيب فهلا احنا هلا ايش نحكي عن نقطه مهمه جدا في هاي هذا ماسلو هيراركي كل طالب لازم يعرفه. اذا في عندنا لازم تعرف اول شيء انه في عندنا 5 نيدز وهذه الفايف نيدز بتتسلسل تسلسلا تدريجيا لا يمكن ان يعني يكون في احد الحاجات تسبق واحد الثانيه. يعني we cannot satisfy the social need before the safety. We cannot satisfy the safety before the physiological. Okay, we cannot satisfy the self-actualization before the esteem. هاي واحدة. ثنتين لازم نعرف إنه إيش. لازم نعرف كمان شغلة شو كل واحد فيهم مقصود فيها. شو كل واحد مقصود فيها. اوكي ف يعني عم بحكي للسيستم انه admit some people waiting to be admitted I'm trying to admit all people. ما بعرف ليش صار يعطيني هاي في واحد waiting. طيب hopefully now all 38 students are on board. Hopefully, okay. طيب في one person ما بعرف بيقول لي is waiting for what I don't know. بس أنا عملت admission للكل. الآن everybody is admitted as far as I know. Okay. فإذا هاي رقم واحد تعرف التسلسل فيهم. يعني لو واحد سألك إيش هو Maslow hierarchy of needs بتقول أول شيء هو مكون من five needs وهاي five needs بتأدي إلى الموتيفيشن. يعني 5 needs مقابلهم 5 motivations or 5 types
of motivations. Okay. Five needs. مقابلهم. Five needs of motivation. هاي واحد واحدة. إذن شو هم هذول five needs? Physiological, safety, social esteem, self-actualization. رقم اثنين راح يقول لك طب شو المقصود فيهم؟ شو هم هذولا؟ أوكي. شو هم five needs هذولا؟ بدك تبدأ واحدة واحدة. بدك تقول أول شيء physiological needs هي the need for survival. Need for people to survive and to live. How do we survive? By eating, drinking, and shelter. Second need is safety. Safety يعني الأمان. يعني the need to be safe as we just mentioned. Okay? As we just mentioned, the need to be safe. Number three, social need. The need to live together as a society. To talk together, to work together, to relate together, to understand each other, to love each other, to communicate with each other. لأنه الإنسان بطبعه اجتماعي. هينا إحنا عايفين حالنا لأنه قاعدين إيش في معزل عن البشر. في معزل عن البشر إحنا عايشين في شوية وضعنا مش كويس. أوكي. فلذلك social need هي مهمة. فصار في عندنا دافع داخلي ما صدقه جاي يوم من أحد مشان إيش؟ لأنه كان في حجز مشان ننطلق. على الأقل ننطلق بطريقة أو بأخرى. صح أنه في حجر مازال بس يوم الأحد في إمكاني الواحد يروح على الدكان يشتري غراض يشوف حدا. يعني في نوع من السوشيال ريليشنشيبز. فالسوشيال ريليشنشيب هي حاجة لذلك بتخلي الناس يكون في عندهم دافع نحو العمل مع بعض لبناء for construction for building. ربنا خلق البشرية للخلافة. فلما بتكاتفوا مع بعضهم تعاونوا مع بعضهم بحلوا مشاكلهم. من بين حل هاي المشاكل اللي هو الكورونا disease for example. This will be dealt with not by individuals, by groups. يعني صح حتى social يعني الأردن هلا وضعها كويس في الكورونا لكن ما بيكفي. لازم نتعاون مع كل العالم في سبيل إنه الكورونا نتخلص منه. أوكي. النقطة الرابعة اللي هي esteem needs. حاجات لأنك تكون أنت في عندك عزة في نفسك. تشعر بأنك أنت عزيز. أنت محترم. أنت واصل لغاية معينة في حياتك. في عندك احترام. في عندك تقدير. respect. لذلك الموظفين داخل المؤسسة كل هاي الحاجات بحتاجوها. وبحتاج أنه الموظف يكون فيه ثقة. فيه احترام. فيه له كرامة. فيه له dignity. Inside the organization. If an employee does not have this need, this will mean that he has a self, no self-confidence. يعني أنت تلاحظ أنه في المحاضرة لو دكتور مثلاً انتقدك شو self-esteem تبعك إيش بصير فيه؟ شعور بالاحترام، شعور بالقيمة تبعتك تنزل لتحت. So self-esteem is a need also. We need to be to feel recognized and respected. Unfortunately, many organizations, the manager lack the ability to make people with high confidence and high self-esteem. So it's very important to make people إنه نخلي الناس يكون في عندهم self-esteem كويس داخل المؤسسة. النقطة الأخيرة اللي ما بيصلها كل الناس. يعني لاحظ الهيكل انه هرمي معنى ذلك كل البشر بما في المخلوقات بما في حتى الحيوانات والكائنات والفيروسات كلها مشتركه في الفيزيولوجيكال نيدز بس مش كل الناس مشتركه في السيلف اكتشواليزيشن نيدز because if you want to reach self actualization you have to work hard on your intellectual ability you have to study hard you have to do something unique you have to find a job You have to work hard on doing something different in order to have self-actualization. اللي هي تحقيق الذات. طالب الأول على شعبته. هذا حقق ذاته. طالب وصل لأنه انتخبوه في اتحاد الطلبة. هذا إنسان حقق ذاته. Self-actualized. Okay. طالب أو شخص وصل لمستوى قيادي للبرلمان مثلا. هذا إيش؟ حقق ذاته أصبح عنده تحقيق الذات وصل لمرحلة تحقيق الذات
لذلك it's very important for an organization not just to concentrate because we are talking about organizations. إذا كنت مدير أنت لا تخلي نفسك أنك تحاول بس تشبع حاجات الموظف بالفيزيولوجيكال من خلال الراتب والأجور أو بالسيفتي من خلال الأمن الوظيفي والأمن في الصحة والسلامة ومن خلال السوشيال مهم كمان بس مش كفاية اطلع لفوق اطلع لفوق اطلع فوق خلي الموظف يحقق ذاته من خلال التطوير الوظيفي من خلال التدريب من خلال بناء قدراته من خلال انه يساهم في تقديم شيء مختلف للمؤسسة لذلك في الوقت الحاضر ملاقي في موظفين بتلاقي الإدارة ما بتستغنيش عنه لو طلع بده يطلع برا مستعدين يعطوه ضعف الراتب وما يطلعش برا ليش؟ لأنه مميز لأنه عنده إبداعات لأنه عنده أشياء مختلفة عن غيره وصل لوين؟ وصل لما يسمى self-actualization أوكي؟ لذلك في هذا الشكل بينقسم لقسمين يا شباب بينقسم للسفلي والعلوي high level and lower level يعني في عندك safety والphysiological حتى جزء من السوشيال تعتبر lower level needs نسميهم وستيم اند سيلف اكتواليزيشن نعتبرهم هاير اوردر نيدز اوكي معاي انتو مين يعيد لي السلافه اه دكتور ما عيد لي اياهم بالله بسرعه دكتور اخر ثلاث هذول بيعتبروا لور نيد فور هيومن اخر السنتين اللي بالهرم فوق اللي هي تمثيل الذات والستريم هاي بتعتبروا اللي هي higher need for a human higher needs exactly اللي lower يعتبروا lower level needs هذول ال lower level needs لازم احنا نشبعهم داخل المؤسسة لازم must وال higher order needs ايضا لازم بعد ما نشبع ال lower level needs نحاول نشبع ال higher order needs حتى يصير المؤسسة فيها quality وفيها تميز اوكي لكن اللور ليفل نيدز اللي هم السوشيال والسيفتي والفيزيولوجيكال وصار مرات في بعض الكتاب بيسموا السيفتي والفيزيولوجيكال لور ليفل نيدز هذولا هم يؤدوا اذا توفرتهم للموظفين انت ما بتهت عليهم ولا بتتمنن عليهم هذولا لانهم بيسكس لذلك الموظف في هذه الحاله بيكون بس انه هو عنده compliance عنده extrinsic motivation ال higher order needs self actualization بالذات والself esteem لما توفر عندك بيكون في عندك مش compliance commitment ايش يعني compliance ايش commitment compliance يعني زي ما بتقول انت بتعطيني راتبي بس وبتخليني physiological needs بس عندي أنا برح أسوي المطلوب مني وبس compliance إدعام أوكي زي compliance اللي هو بالaccounting تسمعوا عنها أوكي compliance بس على القانون على الحرف بدك إياه مني بسويه أكثر من هيك ما بسويه يا حبيبي أوكي بس لما توفر للموظفين أنت إبداعات ومجال للإبداع والتطوير ويحقق ذاته ويشعر بأنه هو بيعمل شيء مبدع داخل المؤسسة وعنده احترام وتقدير وثقة بالنفس وكذا فهنا مش بس compliance مش بس بسوي المطلوب مني full stop I do what you want me to do my manager thank you and I will do more والmore معناها مش quantity هذيك quantity هون quality يعني quality of work لذلك مهم مجتمعنا مؤسساتنا دولتنا بلدنا يكون في كل هاي الخمسة موجودة وخاصة لما نرتاح من lower level needs ونأمنهم للإنسان نتفرغ للhigher order needs نعطيه نوع من climate for innovation for expansion for growth for development for empowerment as we mentioned before لذلك هذا الشكل انا دائما لما بعطيه في المحاضرات I spend a lot of time on this Maslow's hierarchy ابراهام ماسلو اللي جاب في هذا الهيراركي ما جاء بشيء جديد بس هو فقط اشار لنا
إلى أنه هذا الهيكل مهم جدا للحياة، مهم جدا للإنسان، وكل إنسان في عنده هاي الحاجات الخمسة بشكل أو بآخر. في ناس الحاجات المسيطرة اللي هي lower level needs فقط، بده بس يأكل ويشرب وينام، وفي ناس الحاجات المسيطرة عنده higher order needs self-actualization helping people برضو موجودة. يعني أنت لما مثلا بشوف في شباب وفي جمعيات وفي مؤسسات في ظل هذه الظروف الصعبة بيروحوا من وقتهم والخطر اللي عليهم وبيروحوا بيساعدوا بحل المشكلة بطريقة أو بأخرى، بطريقة إبداعية outside the box thinking. They think outside the box to help people to help anybody in a way or the other. هذول الناس بيحققوا ذاتهم من خلال بذلهم للآخرين، لا مش لأنفسهم، من خلال أنه بيبذلوا لمصلحة الآخرين. وبالتالي نجد بأنه Maslow hierarchy of needs is associated with motivation also. كل حاجة مرتبطة في الموتيفيشن، لأنه لما بتحتاج توكل يصير في عندك إيش؟ motivation. motivation means energy and motion to go and get what you want or what you need. لما بتعطش وبتعطش 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 وبصير العطش في حد كبير جدا أو حد عالي مرتفع، شو بصير عندك؟ بضل قاعد؟ أنت بحاجة للشرب بس بضل قاعد؟ بضلش قاعد، تتولد عندك automatically as a result of the need. بتكون عند الإنسان motivation to go and get a drink from the fridge. بتولد عند الواحد حركة motion to go and get a drink from the fridge or from the cooler. أوكي؟ هي قضية سايكولوجية، الحاجة مرتبطة في الدافع تسبقه وتختلط به بشكل أو بآخر. When you need something you automatically, once you need something you start feeling the motivation to get that thing. إذا الموتيفيشن هي مش بس الحاجة، هي الحركة المتولدة عن الحاجة التي خلالها يحاول الفرد إشباع حاجته. أوكي؟ يعني إحنا نحتاج، فبصير في سيركل، بصير في لوب بين الحاجة والدافع وإشباع الحاجة. أنت لما اللوب هذا بالشكل التالي مرة ثانية بسرعة. اللوب كيف؟ أنا جوعان 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 ميت من الجوع، هسه جوعان، أنا بيني وبينك جوعان. أوكي؟ لازم بعد ما افطرت. أوكي؟ هذا حاجة عندي. بعد شوي بعد ما أكمل المحاضرة معك وإيش راح أسوي؟ راح أظل قاعد؟ لا، راح يكون في عندي حركة. بداية الحركة هاي هي بداية الموتيفيشن أو نتيجة للحاجة. نتيجة للحاجة بصير موتيفيشن. I go and get some food. بس لما الواحد بيأخذ أكل بيظل يأكل؟ لا، بعدين شو بصير معه؟ بيشبع، صح؟ شو بصير في حاجة؟ الحاجة صارت إيش؟ مشبعة. The need will be satisfied. بيظل في motivation؟ No. The motivation will end. The motivation will end. بس هذا الحكي بنطبق على إيش؟ بنطبق على physiological basic needs. Self-actualization needs بتختلف. كل ما احتجت منها بصير عندك دافع، وكل ما كان الدافع قوي بتزيد الحاجة مرة ثانية لأنه فيها expansion، فيها development. لكن التفاح، كل حب التفاح بجوز من كثر ما بتحب التفاح بدك واحدة ثانية. أوكي، أكلت الثانية، بس بعد الثانية بجوز نادر من الناس اللي قد ما بيحب التفاح يروح يأكل حبة ثالثة. أنا عمري ما عمري شفت واحد أكل حبة ثلاث حبات تفاح، نادر. دكتور. ولا أنا، تفضلي. أسف على المقاطعة بس عندي محاضرة ممكن أروح؟ ليش طيب؟ محاضرة تطبيقات. فإنه بدها وقت لحتى نفوت. إيش اسمك أنت؟ سوار. ها؟ سوار جردات. سوار جردات. توكل على الله، مش مشكلة. ضايل إحنا عنا 7 دقايق، وعلى كل حال بتشوف التسجيل الميسينج بارت مسجل عندك. أوكي؟ مش ما شوفوش التسجيل، التسجيل شوفوه بفيدكم، بيعزز المعلومة عندكم. يعطيك العافية سوار، ولا يهمك. أوكي.
صار عندنا أقل واحد. فالقضية إذا الحاجات العليا ما فيها إشباع زي الحاجات الفسيولوجية وخاصة المأكل والمشرب. سكن، مجرد ما سكنت في بيت أنت والبيت هذا خلص وسيكوريتي، مجرد ما أخذ جوب وصرت سيكور في الجوب ما بدك جوب ثانية إلا إذا كانت الجوب تبعتك مش مناسبة. لكن الحاجات العليا الهاير أوردر نيدز سيلف أكتواليزيشن سيلف استيم يو نيد مور أولويز يو نيد مور بات ديفرنت مور بات ديفرنت. اوكي، في ذاك مره ثانيه في الحاجات الدنيا بصير في عندنا نيد بالحقها موتيفيشن. موتيفيشن بتؤدي الى ساتسفاينج ذا نيد. وانس ذا نيد از ساتسفايد ذا موتيفيشن از تخلص. نو مور نو مور موتيفيشن. اوكي، بيجي عندنا فهذا انا شرحت لكم اياه بصراحه. اذا يعني كل النقاط هاي اللي التالية أنا راح أحكي عنها عشان بس يعني نبين إنه هذه النقاط هايها موجودة هون. levels of needs مستويات الحاجات. تبدأ رقم واحد physiological needs a person's needs for food drink shelter sexual satisfaction and other physical needs. ملاحظة هذولا بخلوا الواحد على قيد الحياة. safety needs a person needs for security and protection from physical and emotional harm. الحاجات اللي بيحتاج لها الإنسان من security الأمان والحماية من الأشياء الفيزيكال الأعداء الحيوانات الوحوش الخطر خطر البيئي والإيموشنال هارم. إيموشنال هارم زي واحد مثلا بيأذيك بولينج مثلا بيكون عنده التنمر. الإنسان اللي بيعتدي على كرامتك ممكن يكون في سيفتي ما بخليكش تحكي ما بخليش تكلم اسكت كذا. في لها علاقة في social needs كمان. social needs a person's need for affection العطف belongingness تبعي belongingness التبعية للآخرين والانتماء يعني acceptance يكون مقبول. تخيل تدخل على كافتيريا وصحابك موجودين فيها ويقولوا لك روح اقعد على الطاولة هذيك ما بدنا تقعد معنا ما في acceptance. friendship صداقة. الحاجة اللي الحلوات هذول المرتبات اللي هم steam needs and self-actualization needs a person's need for internal factors intrinsic لأنه intrinsic داخلي internal factors such as self-respect autonomy استقلالية يعني achievement and external factors such as status recognition. واحد يعمل لك recognition يميزك يقول لك الله يعطيك العافية انتباه attention. اوكي الأخيرة اللي هي self-actualization needs a person's need to become what he or she is capable of. أنا قادر أصير مثلا عندي بزنس كبير وعندي القدرات وعندي إمكانيات أحقق ذلك هاي self-actualization. قادر أكون إني الأول بالصف هاي self-actualization. قادر أكون مرضي لأمي ولأبوي بطريقة ممتاز جدا وأهلي هاي سيلف اكتشواليزيشن. فالسيلف اكتشواليزيشنز متعدده ولا لا يوجد لها حدود انما بيضبطها وين انت وين انت. بصيرش يكون عندك سيلف اكتشواليزيشن لاشياء سياسيه ما بتقدرش عليها وانت طالب في الجامعه لسه بعدك 18 سنه 20 سنه خليك في شغلك. اوكي فهنا سيلف اكتشواليزيشن بتكون في الفوكس تبعك في الاريا سيركل اوف انفلوينس يور سيركل اوف انفلوينس ذات يو ار ان certain stage in your life. اوكي فلذلك هذول الحاجات الخمسة يا الله شو مهمات للإنسان انه يتعلمهم ويفهم كل قضية فيهم زي ما حكيت انا. والإنسان كإنسان هو بيطلع فوق بس الحيوان الحيوانات قصدي بقية المخلوقات ترزح تحت في الشكل اللي ذكرنا قبل شوي في lower level needs تبقى فيها على طول. يعني إذا اطلع على الأنيمالز مثلا كل ما يطمح له الحيوان هو المأكل والمشرب وجزء من اللعب. ترى الحيوانات فيه بيلعبوا تلاقيهم لما بيشبعوا إيش بصير في عندهم بصيروا يتعاشروا يتباطحوا يتمازحوا فن. أوكي بس الإنسان لا ما بيظل هون الإنسان بيطلع فوق. إذن the human being as a human being
it is not his place or her place to stay in the lower level needs, but to go up to the higher level needs, to be a human being, to contribute to the society, to contribute to others, to be effective in his life, not to be inactive, to be proactive. بقية ترى النظريات هاي النظرية الثانية بعد ماسلو الأخ ماسلو إبراهام ماسلو بيجي النظريات بقيتها بتنفس السعداء. ليش بتنفس السعداء؟ لأنه أنا تعبت على النظرية الأولى والنظريات البقية النظريات هي نسخة بشكل أو بآخر من النظرية الأم اللي هي ماسلوز هيراركي. لذلك إذا بتقرأ النظريات الأخرى وبتفكر فيها شوي معاي زي ما راح نشرح المحاضرة الجاية بتلاقي إنها هي عبارة عن version of ماسلوز هيراركي but in different ways. كلهم الشباب البعدي ماسلو عملوا دراسات وهي الدراسات تبعتهم اللي عملوها يعني امتداد ما بنقول انهم تقليد يعني copy and paste لماسلو لا هي امتداد دراسات امتداد لماسلوز هيراركي but in different ways. So عجب عديو ماكريغر theory in X and Y very beautiful. I will explain it next time. ويجا بعديهم هذول الشباب اللي هو قبل هيك اللي هو نظرية هيرزبرغ ثيوري هذه هون تيجي وبعدين ثريني ثيوري فور ديفيد ماكليلت very very nice but what's interesting is that all these theories are related to ماسلو هيراركي. Once you understand ماسلو هيراركي خلاص والله يعطيك العافية. Good luck for you in the rest of your day. We will have a quiz today at 3 p.m. Please attend the quiz so you make a good mark out of 50. Okay? Stay home, stay safe. والله يعطيك العافية. ومتمنى لكم إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا من هذه المحاضرة. Any question? يعطيك العافية. الله يعطيك العافية ووفقكم إن شاء الله. دائما تحملونا شوي الوقت لأنه مرات بيكون بيعلق فالله بعيننا إن شاء الله نرجع شوف الله يعطيك